على بعد 50 كيلومترا من دمشق وفي جبل القلمون تقع مدينة معلول التاريخية، مدينة مسيحية. ما زال البعض من أهلها يتكلمون اللغة الآرامية، لغة السيد المسيح. قبل أيام سيطر مجاهدو مصر عليها، فيما عمدت القوات النظامية إلى تمشيط الجبال المحيطة. جينا دخلنا المنطقة، استخدموا الأهالي كدروع، تعاملنا معهم تعاملونا بالقنص. اليوم معنويات جنود الجيش النظامي مرتفعة بعد أن استعادوا السيطرة على جزء من المدينة. فجأة ساد الرعب بين الجنود. يا ويش بس في واحد من القوات فعلى بعد بضعة أمتار فتح قناص النار. في المشهد إصابة أحد الجنود. إنه قريب هذا الرجل الذي نشاهده على يسار الصورة، ينبغي إحضاره. وهكذا تمكنوا من إنقاذه في وقت طال القنص جنودا آخرين كهذا الجندي. معلم شيلوا 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 الله 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 معلم الله. عاد القصف من جديد. بدورنا استغلينا الفرصة للخروج من المنطقة في وقت تم أخذ المصابين إلى المستشفى. يلا يا شباب دبابي بعتوا شوفير دبابي لفوق. يلا. كما وصلت تعزيزات إلى الجبهة فوضع الجيش حرج. إلا أن الأساليب الدنيا التي استخدمتها المجموعات المسلحة الإرهابية. الله سوريا بشار وبس. رغم هذا التأييد فإن الجيش النظامي يسيطر اليوم فقط على الضاحية الشمالية لدمشق.